الجلسة تنعتقد بأنها كانت نية مبيتة باش أنها تعقل، لأنه في الأول الدفاع ديال بوعشرين ما بان فيه حتى واحد، وبوعشرين عبر أنه ما يمتاتنش للجلسة، فإذا به بدأوا تيتقاطروا الدفاع ديالو، جاء الأول جاء الثاني وبدأت تتناقش الأمور القانونية أو المسائل القانونية حول غياب ديال بوعشرين في الجلسة، خصوصا أنهم بعد ما السيد رئيس الجلسة حضر الدفاع قال له أنا ما نعطيكش الكلمة إلا ما كانش المتهم ديالك حاضر. الدفاع ديالو قال لك لا، حنا بالنسبة لنا القانون تيسمح لهم زعما يتكلموا في غيبة المتهم، ولا هذيك كاينة في الجنحة وما كاينش في الجناية. ملي شافوا القرار ديال المحكمة أنها منعتهم من أخذ الكلمة في غياب بوعشرين تخابروا مع بعضياتهم ويعني وبحال خضعوا للأمر الواقع. من بعد تم مناقشات إحضار المتهم للقوة العمومية، لأن القانون واضح، فإذا به القاضي أو المحكمة الهيئة كلها بعد المداولة ديالها قررت إحضار المتهم بالقوة العمومية مع تكليف النيابة العامة بتطبيق هذا القرار. السيد الوكيل العام عيط للشرطة كلفهم باش يمشيو يجيبوا بوعشرين، فإذا به امتثل وجا طلع. القاضي حاول ما أمكن، لأنه بالنسبة لنا هذا السيد الرئيس ما تيستعملش شي عنف تسير ديالو ولا شي حاجة، تيحاول يخلي المرونة، أنا تنشهد له بها هذا السيد الرئيس. حاول يطمئنه على أساس أنه الدفاع عنده حصانة فاش تيتكلم، وأنه تيبرز العناصر ديال الجريمة وتيبرز الوقائع اللي كاينة، فمن حقه أنه يتكلم، وبالخصوص أنه توجه بالكلام للدفاع ديال الطرف المدني أنهم يحاولوا أنهم ما يمشيوش بعيد في المرافعات ديالهم، يحاولوا يبقوا في واحد النوع من اللبقة، واحد من نوع من اللياقة في الدفاع باش يخلوا الأمور تمشي يعني تكمل المرافعة. هذا معناه أن المرافعات يعني المناقشة ديال المرافعات ما تكونش فيها جنس أو لا أبدا، أنت يمكن اللي تجبد فيها كل شيء. ماشي معنى هذا أنه الدفاع ديال الضحايا راه كان عنيف، لا، هو اللي الحقيقة اللي واقفين عليها هو أنه بوعشرين بدا يوصل للحقيقة، بدا يوصل يقرب من الحكم، يعني بدا ملي تيتواجه بالحقائق اللي كاينة في الفيديوهات راه تيتألم هو، يعني تيحس بأنه الحكم راه غادي يمشي ضده، فإذا به تينفعل، وحتى الدفاع ديالو تيحاولوا يشوشوا على الجلسة باش الطرف المدني ما يبسطش جميع وسائل الدفاع ديالو، وفي حين انه الدفاع ديال الطرف المدني تنعتقد بانه مكون واحد الطاقم اللي هو في المستوى ومحصن بالقانون، محصن يعني التكوين القانوني ديال الدفاع ديال الضحايا تنعتبر بانه احسن بكثير من بعض المحامون ديال الدفاع ديال بوعشرين اللي هما تيتحسنوه بالسباب وتحسنوه بالهضره اللي هي خارج القانون، ويخرجوا لعند الصحافه ويقلبوا الحقائق اللي كاينه لداخل. وتصور انه محامي مكلف بهاد الخاصيه، وهي انه يشوف حاجه بيضاء لداخل يخرج يقول على برا كحله، ذاك المره زهراش هو اللي تضرب خرج زيان تيجري على برا تيقول لهم سميتو بوعشرين تضرب، يعني انا مباشر زهراش هو اللي تضرب ماشي بوعشرين.